هادو جوج اشخاص تفاتنوا مع بعضهم، مشاو للقاضي باش كيما نقولوا يعدل بيناتها، تفريغ طاقه سلبيه تحولها الى طاقه ايجابيه. يعني قال له هذا دق دق دق، فاهمني؟ شكون هو زكريا بن صالح؟ زكريا بن صالح هو صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وممثل مسرحي، ندرس في المعهد الوطني تخصص كيمياء صناعيه. هذا هو صالح زكريا باختصار. خبرنا على موهبتك في التمثيل. هي منتزه، او هي كما نقولوا تفريغ طاقه سلبيه تحولها الى طاقه ايجابيه، يعني في صناعه محتوى او تمثيل الى غير ذلك. في التمثيل نختار الدراما احسن، نشوفها تليق، بس حتى الكوميديا عندي معاها، يعني نحس بلي الدراما كشغل نقدر نعطي فيها اكثر، نقدر نمد فيها اكثر، نقدر كما نقولوا نوصل الاحساس اكثر ما هي في الكوميديا. خبرنا على خيرت انك تستخدم اللهجه التواتيه في محتواك. يا كشغل هذه اللهجه كما نقولوا راهي خاصه بولايه أدرار، وهي لهجتنا، يعني لا بد نحافظوا عليها. فنظن بلي الانسان اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر. ممكن اعطينا مثال باللهجه التواتيه؟ كما نقولوا هادو جوج اشخاص تفاتنوا مع بعضهم، مشاو للقاضي باش كيما نقولوا يعدل بيناتهم. فسقساهم القاضي، قال هادو زوج واش بيناتهم؟ قال له هذا دق دق دق، فاهمني؟ سما كيما نقولوا الانسان ماهوش تواتي، ولا يعني ما يعرفش تواتي، راح يسمع هذه العباره ما يفهم فيها والو. فتلقى هذا دق 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 معناتها هذا راه ضرب هذا ضرب مبرح، فعدل بيناتهم. كيفاش اتقنت هذه اللهجه؟ اللهجه التواتيه تعلمتها يعني من الناس اللي كما نقولوا كبار في العمر، هما اللي يسمح يقولوا واحد الكلام هكا ما تفهموش، تسقسيه قال واش معنى هذه الكلمه، يعطيك كما نقولوا الشرح نتاعها، وبالمطول هكا تبدا تفهم. لا يعني كانت عندي جده ربي يحفظها من هذا المنبر، هي اللي كما نقولوا نسمعها تقول هكا بعض الكلمات اللي ما فهمهاش، فنسقسيها تعطيني الجواب، تعطيني الشرح لمعنى الكلمه. اغلب الكلمات اللي قالتهم ليا وشرحتهم راني نديرهم في الاجزاء نتاعي، يعني في الاجزاء نتاع اللهجه التواتيه. من ناحيه الجمهور يعني عجبهم عجب المحتوى بطبيعه الحال، يعجبوا لانه ولد هذه المنطقه، فيسمع يعني حاجه قديمه ويعني هي كما نقولوا كلامه سابقا، فطبيعه الحال راح يعجبوا الحال. يعني كيفاش قدرت توصل هذه اللهجه لاشخاص ما يعرفوهاش؟ من خلال يعني الاجزاء اللي راني حط فيها، راني زعما كما نقولوا بان نوصلها شي ناس، سواء هاد الناس اللي مساكين هنايا وما يعرفوهاش، سواء الناس اللي خارج ولايه أدرار، او انهم ما يتكلموش بهذه اللهجه بتاتا يفهموها وتوصل لهم ان شاء الله. وصلت لعده تساؤلات وتعليقات لشرح بعض الكلمات فشرحتها، ويعني اظن ان الامر ماشي مليح. يسمى هدية رحت معايا سوق بودا، كليت خبز القلا حق ربي ما كليتو يو يا سكان المملكة، ما راحش نوصلوا لكاش حل بهذا الهراج. هيا انا عطيتكم الباك، واش راح تديروا به؟ والو. هاو الباك، انا ما عنديش الباك، واني سلطان، ثم امبوسيبل توصلوا لهذ البلاصه. هاو جينيرال، عنده الباك؟ ما عندوش. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح، لأنهم يظاهرون هذا السفيه ومن أسفه منكم، وأنتم تحرمونه حق الكلام. محمد مفتر وكذاب، ردها علي إن استطعت. هل القصص اللي كانت في محتواك مقتبسة من الواقع؟ هي كلها قصص مقتبسة من الواقع، ومنها ما هو يعني من قراءة الكتب، يعني قرأ كتاب فتشوف قصة فتحاول أنك تحطها في واحد القالب بحيث أنك تقدر تصوره إلى آخره. احكي لنا على تجربتك في صناعة الفلوغز. صناعة الفلوغ حاجة أنا مبغيها صراحة، وقلت أنا علاه من كيما نقولوا نصور يعني مناطق أثرية، نروج مثلا للسياحة في ولاية أدرار، وحتى الكلام يعني نحاول أنني نحط كلام يعني خاص بالولاية، حتى لو كنت تكلمت نتكلم باللغة العربية أحسن يعني على كل حال. علاش خيرت أنك تستخدم اللغة العربية أيضا في فيديوهات الفلوغ؟ تقريبا انا كاع لي فلوغ اللي شفتهم تقريبا انهم يستخدموا يعني الفرنسي، فقلت انا نحط اول حاجه كيما نقولوا بلهجتنا الخاصه ولات ادرا، ولا حطيت نحط باللغه العربيه احسن خير ما نستعمل كيما نقولوا نستخدم يعني لغه خارجه يعني ولات ادرا، وانها ما تحتاجش يعني. واش هي اهم الصعوبات اللي مريت بها في صناعه المحتوى؟
الصعوبات يعني بقات في الماتريال برك. الى حد الان انا نستخدم فقط الهاتف، اي حاجه باغي نصورها نصورها غير بالهاتف، ما عنديش كاميرا. مثلا عندك تليفون يصور بكاليتي عيانه جدا، فهمني، فما تساعدكش انك كما نقولوا اللي يتفرج عليك يشوف ديك الكاليتي عيانه ممكن ما يتفرجش عليك اصلا. فتحاول انك تجمع مبلغ مالي من حيث باش تشري يعني تليفون عنده كاليتي زينه شويه زعما متواضعه باش تقدم محتوى. كذلك يعني في الصوت، فتلقى الكاليتي نتاع الصوت يعني عيانه شويه، لازم تشري ليها ميكروفون باش يقبض الصوت مليح. فبين هذه الصعوبات. كلمة للمتابعين، والقادم أفضل إن شاء الله. شكرا لكم على حسن إصغائكم وكرم متابعتكم. السلام عليكم.